واش بودرة القطونة كتضعف؟ فالقطونه هي اللي واحد الانتوندونس اللي ولات دابا شائعه، غير هو خصنا نتجنبوا هذه المواد كما قلت، هي مواد اللي كتعطي حساسيه ومواد اللي كتكون مضره للدس ديالنا. نعم. فنحاولوا اننا نتجنبوها. ايه. عندنا ايضا السيدة اللي كتسولنا على مجموعة من الأمور، كنشكركم. عندنا أيضا حنين بغات وصفة للصيبانة بين رجلين الأصابع. الصيبانة بين رجلين الأصابع اللي هي عبارة على طوفيلياز، أو عبارة على دي ميكوز، يعني دي شامبينيون اللي كيعطيونا هذا المشكل هذا. فشنو كناخدو؟ كناخدو معلقة صغيرة ديال زيت الكبريت، معلقة صغيرة ديال زيت الريحان، معلقه صغيره ديال الكبريت، معلقه صغيره ديال زيت الريحان، كنديرهم في ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، كنخلطوا المكونات في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان، كنخليهم يبردوا، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها بعد ما كنغسلوها وكنضفوها، كندهنوا بها البلاصه اللي عندنا فيها المشكل الصيبانه بالليل، وكنباتوا بها وكنستعملوها حتى كتحيد الصيبانه. رشيده كتسولنا انه كيكون عندها الم اثناء العلاقه الحميميه مع الزوج ديالها، علاش كيرجع هذا الشيء؟ وكتسولني ايضا كيفاش تنظم العلاقه ديالها الحميميه في شهر رمضان. كنوعدك رشيده هذا الموضوع حنا غنرجعوا له مع الاخصائيه في العلاج النفسي والجنسي اللي هي دكتورة فدوى السعداني. بالنسبه للالم واش معنيته كاين تعفن دكتور عماد؟ فالالم هنا كيكون يا اما ما كيكونش، يعني ديك الماده اللزيجه ما كتكونش على المستوى ديال الرحيم. فهنا امور ديال الافرازات كيخص يشوفوا مع الطبيب، اللي متبع معاه، يا اما كتاخذ الدواء اللي كينظم هاد الافرازات، يا اما كيعطي واحد المحلول او واحد انجيل اللي كيساعد. نعم. في بلاصه، او جيل اصطناعي اللي كيكون في بلاصه هاد الافرازات. نعم. الام فراس كتقول لنا الشعر كيطيح لها بزاف فيه القشره، وشنو هو الحل؟ اذا الشعر كيطيح فيه القشره، فاحنا غادي نديروا وصفه اللي غتكون مضاده للقشره والتساقط. اذا الوصفه غناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه لوختي، معلقه صغيره ديال العرعار، معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه، معلقه صغيره ديال العرعار، كنديرهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوهم في حمام مريم مده ديال 30 دقيقه حتى كيسخنوا مزيان، كنخليهم 7 ديال السوايع حتى كيطلقوا، كنصفيو هذا المحلول. هذا المحلول كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه ومن بعد كنغسلوه. العمليه كنديروها ثلاثه المرات، جوج المرات عفوا في الاسبوع، وكنستعملوها مدة ديال 3 شهور. بحال كثير من السيدات المرضعات كتقول لك الحليب عندها قليل وخافت مع الصيام ينقص لها، دونك شنو هي الوصفه اللي تنصحها بها دكتور عماد؟ فالاخت ديالنا وكاع الاخوات المرضعات، فنقول لهم ديروا الحسوه ديال الشعير، مهمه الشعير مع الحليب مع شويه ديال زيت العود، وان شاء الله الحليب ما يتقطعش وغادي يتزاد، ورمضان مبارك سعيد لكم. والماء ضروري من الماء؟ الماء بيان سور. من الماء؟ نعم، شرب يعني الماء. دائما 3 لترات على الاقل كل مراه مرضعه، وهو هذا ايضا اللي كيخلي دائما انه الحليب عندك متوفر. لا، شكرا لك دكتور عماد، غدا ان شاء الله غادي نلتقيوا بك. ولكن قبل ما نودعكم اليوم عندنا مشروب سحري وطبيعي رائع، تفضل دكتور. فهذا غادي يكون المشروب الاول، مشروب المقوي والمنشط خلال شهر رمضان. نص خياره غادي ناخذوها، الزعتر كناخذوا منه معلقه صغيره، والقرعنفوره كناخذوا معلقه كبيره. اذا معلقه كبيره من اللب ديال القرعنفوره، معلقه صغيره ديال الزعتر، ونص خياره، وليتر ديال عصير البرتقال. دابا البرتقال موجود، غادي نطحنوا هذا الخليط هذا كامل حتى يتطحن، وكيتحط كيتشرب نص ساعه عفوا مورا الفطور. كاس كبير اللي كنعطيو للاطفال ولا الكبار، وكنداوموا عليه طيله هذا الشهر، فهو كيعطينا قوه، كيعطينا حيويه، لان فيه السيلينيوم، فيه الاملاح المعدنيه، فيه الفيتامين سي، وفيه كذلك حتى مقويات المناعه. شكرا لك دكتور عماد. خلينا اختي بغيت نقول لك انا البروده في راسي. البروده في راسك؟ كنعمل البروده في الشتوى كنعمل 3 سبعاني وجد التاكينات وهذوك، وباقي راسي بارد بزاف حتى كيبداو يحكوني العروق في راسي وهادي. عرفتي يعني هادي. كتحسي بالبروده على المستوى ديال الراس ديالك. فهنا اختي غتشوفي المشكل ديال الدوره الدمويه، حتى الدوره الدمويه اللي كانت ما كدورش بواحد الطريقه طبيعيه كتعطينا هذا المشكل هذا ديال البروده، يا اما في الراس، يا اما في الاصابع ديالنا، يا اما في الرجلين ديالنا، فهذوك يمكن يعطينا هذا المشكل. المساعده غادي تاخذي الداليه الحمراء، يعني الوراق ديال الداليه الحمراء راه كيتباعوا في المشابات، الوراق ديال الداليه الحمراء الفينيو غوج، تاخذي منه معلقه كبيره ديال هما يابسين، يعني ديال هذا المسحوق ديالهم، معلقه كبيره، غطبخيه في نص سيترو ديال الماء حتى تطبخ مزيان، من بعد كتصفيه وكتولي كتاخذي نص كاس صغير دابا في الوقت ديال الشهر المبارك ساعه مورا الفطور،
ومنين ان شاء الله يفوت رمضان غادي تاخذي نص كاس صغير نص ساعه بعد الفطور في الصباح وداومي عليه واحد المده ديال 4 شهور. انا كتجيني الشقيقه نتاع الرز ودروك انا يلا والده شي 3 شهور هكا بحال هكا وكتجيني الشقيقه ما عرفتش مناش واش من ثاني نتاع الاولاد ولا ما عرفتش. فهادو كلهم يمكن لهم يعطوك هذا المشكل يعني هذا الاختلاف ديال الهرمونات سواء الفانيد او سواء الهرمونات الا شتي ان هذه الشقيقه باقا شاده فيك واحد المده طويله ما بغاتش تحيد فكنصحك تعاودي ترجعي عند الطبيب ديالك اللي متبع معاك الجينيكو ديالك فهو غيشوف معاك هذا المشكل هذا لان تقدر تكون حتى الكينه كتعطيك هذا كتردعي امل؟ كنرد واخا واش كاينه وصفه طبيعيه للمساعده دكتور عماد؟ وصفه طبيعيه غتاخذ غير ما ردوش لانها كتردع فما ردوش حتى هي مهمه غتاخذ منها معلقه صغيره لا مرجولين معلقه صغيره ديال ما ردوش غديرها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق وتصفيه وتشربه في الليل دوم عليه يوميا حتى ان شاء الله ما يبقاش عندها هذه المشكلات. بان راسي عندي الحريق من شحال تقريبا عام لدرجه انه ملي كنعس بالليل في الصباح ملي تنفيق بحال ما نعساش بحال واكله العشاء كنحس بلا فاتيك في بيتي كاملها. درت لي زاناليز درت الشبكه درت لا راديو كيقولوا لي ما عندك حتى شي حاجه. الدواء اللي كنت كناخذ كاملو بحال تنشربو بحال ما تنشربوش حتى عيت وانا نقطعو. بيت نعرف من الناس حتى منين كنكون كنصلي في الركوع ولا في السجود ما تنقدرش نطول حيت كنحس بواحد الضغط كثير. على المستوى ديال الجبهه غنسولك هذا الصداع هذا اللي عندك واش غير النص ديال الراس ديالك ولا الصداع كيدور ولا كيدور من الفوق من الفوق ديال راسي عرفتي الوليدات الصغار فاش كيتولدوا كيكون عندهم واحد الخويه فوق الراس بحال هذيك البلاصه. تما كتحسي بالصداع؟ كنحس بالضغط النهار كامل اللي نكون كناكل نكون متكيه نكون تندير سبور اي حاجه تنحس بنفس الشيء. قولي نظاظر عمرك شفتي الطبيب ديال العينين؟ ما كاملاش شي شهر هذا باش دوزت ما تيقول لك ما عندك حتى شي حاجه نورمال. نعم الطونسيون ما كاينش السكر حتى هو ما كاينش؟ لا طونسيون كطيح لي مره ايوا الا كطيح طونسيون راه طونسيون كتعطينا الدوخه هذه وكتعطيها الثقوليه في الراس. لا كتكون عندي ديما 9 ونص. ايوا راه عندك يمشي طونسيون يعني الطونسيون راه كطيح لك اختي وراه الطونسيون الا كانت كطيح كتعطينا هذا الحريق ديال الراس وكنحسوا براسنا ثقال وكنحسوا براسنا بحال في واحد البير وكنحسوا براسنا خارجين على العالم الخارجي ما كنبقاوش كنحسوا بحتى شي حاجه فهذا من الاسباب اللي يمكن يعطيك هذا الصداع ديال الراس اختي. اذا خصكي ضروري تحاولي هذا الطونسيون هذه تعالج شوفي مع الطبيب راه كاينين واحد النقيطات كيتعطاو وكاينين بعض لي زومبول حتى هما اللي كيتعاونوا حيت هنا مساله طبيه اكثر لان الطونسيون طايح تسعود راه يقدر يكون الا توترتي ولا تعصبتي غادي يولي يهبط لك اكثر من تسعود فهمتي لان الانسان اللي كتكون عنده يمشي طونسيون ولا طونسيون كطيح هو العكس ديال الانسان اللي عنده الطونسيون طالعه ملي كيتعصب كتزيد طيح ليه الطونسيون. اذا دابا انت منوعه عليك اللويزه ما خصكيش تاخذيها كتهبط الطونسيون. منوع عليك القزبور حتى هو كيهبط الطونسيون. اذا ردي البال هاد جوج ديال المواد ما تحاوليش تاخذيهم. الحلبه حتى هي حتى الحلبه كتهبط الطونسيون نحاولي انك تجنبيها. اذا هاد ثلاثه ديال المواد حاولي ما تقيسيهمش تقدي الطونسيون ديالك ياك. الوصفه اللي عطيت ديال النعناع الصوفي وديال الباديان وديال مرد الدوش حتى هي استعمليها راه مزيانه للتهدئه والتخفيف وغتعاونك ان شاء الله والامور غادي تكون بخير اختي. فهنا مشكلك هو الطونسيون اللي عندك هابطه وان شاء الله ملي غتقديها ما يبقاش كتحسي بهذه الامور هذه.